فاتن هنتقل من التانجو الى الصلصه، بس مش الصلصه العاديه، صلصه الطماطم. اخدكم دلوقتي مشاهدينا الى معركه الطماطم. يعني تخيلوا تحيه بالطماطم، خصوصا لما تكون الطماطم جايه كمان باقصى سرعتها، وده بجد مش هزار، كما هو الحال في مدينه بونول الاسبانيه التي شهدت مشاركه الالاف في معركه 130 طن من الطماطم. والصور طبعا التي نشاهدها الان غنيه عن اي تعليق. علي، ايه اللي بيجي في دماغك لما تشوف؟ والله هي تعتمد الشخص اذا جت عليه الطماطم قويه او مستويه، يعني فهو ونصيبه بعد اذا راح يتاذى فيها ولا لا. طبعا في مهرجانات مستويه ولا بدي اياها مش مستويه. انا شخصيا تعجبني الطماطم بس للاكل، يعني معروف مثلا عندنا في المغرب يعني الطماطم المغربيه تكون مرات يعني طازجه ومعروفه في العالم، فبحبها. بس شوف، هي المدينه دي هي فيما يبدو ان هي مدينه بتشتهر بزراعه الطماطم، هي اشهر مدينه في اسبانيا بزراعه الطماطم، عندهم فائض فيما يبدو يعني الموضوع ده. بس انا اعتقد يعني الحمد لله ان هم ما عندهمش فائض من حاجه تانية. تخيل مثلا لو عندهم فائض من كوسه مثلا، البطاطس ساعتها كانت هتبقى مشكله كبيره. صح، هذا يعني يعني فكر فيها. طب انت لو فكرت، انت تحب تحتفل؟ والله تعجبني المهرجانات. إيه الخضار اللي انت تحب تحتفل بيه كخضار؟ يعني صراحه كل الخضار تكون يعني قاسيه، او الطماطم الصغيره اللي موجوده هاي يمكن تكون اهين. الطماطم الصغيره الحجم هاي الواحد يقدر يتحمل فيها. المشكله ان هي معركه. في ناس في وجهه نظر ثانيه طبعا بتنظر للكلام ده وتقول لك ان هو بيضيعوا كميه كبيره رهيبه من الطماطم. لكن فكر برضه في ناس هتطبخ بصلصه كتير. يعني في الهند في مهرجانات رمي الاصباغ والالوان، يمكن هذه اهون واخف، يعني اخف شويه مثل باودر الوان، هذا يكون اخف. مثل ما دام الناس انبسطت في الاخر اعتقد ان هو ده المهم. احسن شيء. كل صلصه وانتم طيبين. طيب. مشاهدينا، ختام هذه الحلقه، تصبحوا على الف خير.